استكملت يوم الخميس الموافق 19 من أغسطس الجاري اللقاءات التكوينية لمرحلة إعداد الخدام لكنائس القاهرة، وذلك بمشاركة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك، وذلك بمقر مكتب التعليم المسيحي بكوبري كوبا. جاء ذلك بحضور الأب يونان شحاتة مسؤول المكتب، وقد ألقى غبطة البطريرك موضوع اللقاء الأول بعنوان مدخل إلى الأسرار المقدسة. ثم ألقى الأب جورج جميل راعي كنيسة عذراء السجود والقديسة هلانا بشبرا اللقاء الثاني وموضوعه مدخل إلى الطقوس المقدسة. واختتم اليوم بالاحتفال بعيد ميلاد صاحب الغبطة. الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات التكوينية تأتي في إطار حرص مكتب التعليم المسيحي في الاستمرار في تكوين الخدام، حيث تقام هذه اللقاءات مرتين شهرياً.